تركيا واحدة من أكثر الدول التي تجذب العرب للعيش والاستثمار فيها، بعيداً عن السياحة التي كانت وما زالت مقصد الكثير منهم. لو حكينا عن المجالات التي يمكن للعرب أن يؤسسوا مشاريعهم الخاصة في تركيا، فنذكر مثلاً إنشاء مكتب سياحي وشركات سياحية أو تقديم خدمات سياحية تهدف إلى مخاطبة العرب وتوجيههم وترتيب سياحتهم في تركيا. كذلك شركات لخدمات تأجير السيارات للسائحين، كما أقام بعض المستثمرين العرب بازارات ومحلات الهدايا ومطاعم ذات طابع عربي وروح عربية خالصة. وهناك بعض العرب الذين استطاعوا تأسيس مشاريع تهتم بتصدير الأثاث التركي ذائع الصيت في أنحاء الوطن العربي. ولعل الفضل في شهرة الديكور والأثاث التركي يعود إلى الدراما التركية التي شدت العرب في متابعتها. أيضاً من المشاريع العربية إنشاء مزارع وتصدير محاصيلها وإقامة مصانع للمواد الغذائية، كذلك الأفران وورش الخياطة وافتتاح المحال التجارية وغيرها الكثير. قدر البنك المركزي التركي حصة دول الخليج باستثناء البحرين بنحو 9%، وذلك من إجمالي الاستثمارات المباشرة مع تركيا والبالغة 133 مليار دولار، وذلك اعتباراً من عام 2018. مساهمة الاستثمار العربي ارتفعت من 8% من قيمة الاستثمارات الأجنبية الكلية عام 2016 إلى 16% مع نهاية عام 2018، كما صعد حجم التجارة من 9 مليارات دولارات إلى 45 مليار دولار العام الماضي، وذلك بحسب جمعية التعاون بين تركيا والدول العربية. وبحسب المنتدى الأورو متوسطي لمعاهد العلوم الاقتصادية، أن عدد الشركات التي أسسها السوريون في تركيا من عام 2014 إلى عام 2016 ارتفع بنسبة 168%، وفي نهاية عام 2017 تأسس في تركيا 4793 شركة سورية برأس مال قدره 39 مليون يورو. وتوقع التقرير وجود اتجاه نمو جديد بين عامي 2023 و2028. نعم، يخطر في بال أي عربي يبحث عن الاستقرار الاقتصادي في تركيا أن يضع نصب عينيه العديد من العوامل التي تساعده في نجاح المشروع، وذلك من حيث الدراسة الجيدة للمشروع ورأس المال وقوة الفكرة وحاجة السوق لها، وتعيين عمال ومتخصصين في ذلك المجال لديهم ما يكفي من الخبرة التي تساعد على نجاح المشروع. ولا ننسى بطبيعة الأحوال إجادة اللغة التركية التي تساعد على فهم طبيعة المكان وطبيعة الزبائن، وبطبيعة الأحوال فهم القانون التركي ومزايا الاستثمار في تركيا. وأنت اليوم لو فكرت في مشروع في تركيا فماذا سيكون؟ لبرنامج هلا اسطنبول.